بنحلم لبكرة. على الرغم من التقدم الحضاري والفكري في مجتمعنا، إلا أنه هناك البعض يميز بين الرجل والمرأة في كثير من المجالات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون على النساء، تمام؟ بس هو في ناس بتفهم القوام ده غلط، لا ده قوام تكليف وليس تشريف، مش منظرة. هي للأسف الشديد بينظر للمرأة مش ان هي نص المجتمع، بينظر للمرأة على ان هي أكلة. الراجل في ليه قدرات المرأة ما تقدرش عليها، والمرأة ليها قدرات برضو الراجل ما يقدرش عليها. في تصرفات تخص بالرجل وفي تصرفات تانية تخص بالمرأة. عادات شرقية انه في لا دي ست وفي حاجات ما ينفعش نعملها، في حاجات الست ما ينفعش تعملها. اتربينا على كده، طلعنا شفنا ناس حوالينا كده. عادات خاطئة، متى تناول إعلامي خاطئ، يعني الإعلام النهاردة فعلا أفسد العلاقة بشكل غير طبيعي. الستات إحنا من غيرهم ما نسواش حاجة على فكرة. المجتمع متكون من ست وراجل، فلازم يبقى ليه نفس الحقوق زي الراجل بالظبط. أقول لك مثلا ده خاص بالنساء، بفرح لابد المرأة تتساوى مع الرجل، كل الحقوق كل الواجبات حسب دستور جمهورية مصر العربية. اهلا بحضراتكم. زي ما شفتوا في التقرير ان في ناس معترضه وفي ناس مع فكره التخصيص، ان احنا بنخصص اماكن للسيدات في المواصلات. عايزين نقول ان الفكره ممكن تزيد اكتر من كده، ونلاقي ان بعد فتره الناس بتطالب ان يبقى في، او السيدات يطالبوا ان يبقى في اماكن مخصوص ليهم في المحلات، في الكافيهات، في المولات، في الحدائق العامه. يعني الموضوع ممكن يغير من شكل المجتمع ككل. في كمان مهن يقول لك لا دي الستات هتشتغل المهن دي ما ينفعش تشتغلها، او الست هي بنفسها اللي تقول انا هشتغل المهنه دي وما ينفعش اشتغل المهنه دي. طيب منين احنا بنقول كده، ومنين احنا بنطلب المساواه بيننا وبين الرجل، وهل شكل المجتمع هيبقى شكله عامل ازاي لو اتحققت كل الطلبات بتاعه السيدات؟ عموما الموضوع يعني واخد شكل اجتماعي كبير جدا، عشان كده احنا النهارده معانا نخبه هنتكلم معاها بمنتهى الوضوح، واحب كمان يعني ان ناخد رأي حضراتكم من خلال الاتصال المباشر عن طريق النت، والنت هيجي دلوقتي حالا برضو علشان نشوف يعني مداخلات حضراتكم، وياريت كمان عن طريق التليفون. اسمحوا لي ان احنا يعني نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا، دكتور محمود شريف طبعا وزير التنمية المحلية الأسبق، وأيضا عضو المجلس القومي المرأة. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور عز هيكل أستاذ الأدب المقارن جامعة إن شمس، أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتورة فاطمة البودي وهي ناشطة وأيضا شيرة نشيطة جدا، أهلا بحضرتك. أهلا. والأستاذ طارق إمام مؤسس جمعية الحرية لأصدقاء الرجل وهو أيضا أديب، أهلا بحضرتك يا أستاذ. ورئيس حزب الحرية تحت التأسيس. حرية ضد السيدات؟ لا ده حزب الحرية تحت التأسيس، ده حاجة ده حاجة تانية خالص. طب كويس قوي، خلاص يبقى نتكلم في مرة تانية عن الحرية. اسمحوا ان احنا نبتدي الأول مع دكتور محمود. دكتور محمود، يعني حضرتك شايف المجتمع رايح لفين لو احنا استجبنا لفكرة ان احنا بنخصص تاكسيات للستات، اماكن للسيدات، قطارات للسيدات، عربات مش عارفة فين للسيدات؟ المجتمع رايح لفين؟ المجتمع رايح لمسرحية هزلية هتبقى مضحكة جدا. يعني بعد كفاح لمدة 100 سنة بالمطالبة بحقوق المرأة، بالمطالبة بمشاركة المرأة، التأكيد على أن المجتمع يقوم على النوعين المرأة والرجل، التأكيد على حق المشاركة للجميع، التأكيد على كل ده عبر 100 سنة المجتمع المصري قطع خطوات كبيرة جدا جدا. فاضل لنا يعني ممكن خطوة ولا اتنين كده والحكاية تبقى كويس. لما نرجع تاني نقول عربيات للستات وتاكسيات للستات ومحلات للستات، انا بقول ده هيبقى مجتمع مضحك فعلا. يعني هنتفرج عليه مش هنعيشه، وارجو ان احنا ما نعيشوش ولا حد فينا ولا حد ولادنا حتى يعيشوه. يعني استحالة ان احنا نتصور مجتمع في اي مكان. انا مش عارف هل في مجتمعات بالشكل ده ولا لا، انما انا غير متصور انه المجتمع المصري اللي قطع خطوات طويلة في سبيل دعم المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في اصلاح المجتمع وفي تنمية المجتمع، صعب جدا ان نعود الى هذه الازدواجية اللا معقولة الحقيقة. صحيح. معقولة. صحيح يا دكتور. أنا يعني مقدر الدوافع الطيبة، لكن لو بصينا قدام هنلاقي مش طيبة خالص. الدوافع الطيبة إيه؟ وأعتقد إن ده رد فعل
لإثارة موضوعات التحرش في الشوارع والتحرش في الأماكن العامة والكلام ده، إنما نعالج التحرش بالضبط كده، نعالجه ما سيبش القضية المسببة وغير شكل المجتمع عشان مش قادر عالج الظاهرة اللي هتوديني بشكل مجتمع غريب جدا غريب جدا الحقيقة. صحيح دكتور عزة، يعني حضرتك شايفة كمان زي ما دكتور محمود قال دلوقتي انه المرأة دلوقتي ابتدت يعني بتسترد حقوقها وبتحاول تحافظ عليها ويبقى في مساواة والمناداة بالمساواة بالرجل والمرأة، يعني بمنتهى الأمانة لما بعض السيدات هم اللي يطلبوا إنهم يبقى ليهم أماكن مخصصة وحاجات مخصصة وشغل مخصص، وفي نفس الوقت بنلاقي برضو إن بعضهم بيحاولوا يرجعوا يقعدوا في البيت تاني، هل شايفة إن ده نوع من الردة؟ وليه حصل كده؟ أنا هقول لحضرتك، إحنا بس الأول نسأل السؤال، هل تخصيص هذه الأماكن للمرأة للتكريم؟ هل هي لتكريم المرأة؟ أكيد لا. أم لتحقير وتحجيم دور المرأة؟ يعني ده السؤال الأول اللي أسأله نفسي. نمرة اتنين أسأل نفسي إيه اللي أعده المجتمع للمرأة وللرجل حتى وصلت المرأة إلى هذا الفكر، واللي بيساندها فيه رجل، يعني القرارات اللي بتصدر إن تكون في عربات مخصصة للسيدات وتاكسيات للسيدات ثم محلات للسيدات، ده بتالي اللي أصدرها رجل. تمام، يعني خلينا نكون برضو منافسين بناء على طلب سيدات، مفيش حاجه اسمها بناء على طلب، ده احنا هيئنا المجتمع من خلال التعليم ومن خلال وسائل الاعلام ومن خلال الفن ومن خلال الفتاوى والبرامج الدينيه الكثيره وخطب يعني الجوامع والزوايا، ان المراه دي النهارده مشكله في مجتمعنا. فالمراه دي عوره، والمرأة دي احنا هنخاف عليها وهنحميها لان هي ضعيفة جدا وبيتحرشوا بيها في الشارع، وهي ما تقدرش تعمل في المجال القضاء لانها ما تقدرش تسهر بالليل وعليها تبعات كتيرة. فالمرأة دي كائن كده احنا بنكرمه قوي، المرأة دي امي، طبعا الكلمة الشهيرة امي واختي وبنتي، بقت اكلاشي كده. فالمرأة اللي هي امي وبنتي واختي دي انا بحافظ عليها قوي، فبخليها إيه؟ الاول هلبسها بشكل معين، هخليلها مدارس لوحدها، هخليلها اماكن مخصصة لوحدها، هحجبها عن المجتمع بداية بالملبس، ثانيا باماكن العمل، ثالثا بالوظائف المعينة، رابعا بدعاوى او بفتاوى دينية، اصل في النهاية الى مجتمع مبتور الاوصال. كيف أتخيل مجتمع؟ أنا بتخيل المجتمع ده بني آدم، هل ينفع أن بني آدم يعيش برئة واحدة؟ لا طبعا، أو بإيد واحدة أو بعين واحدة أو بأذن واحدة. المجتمع رجل وامرأة بيكملوا بعض، مش لازم يتساووا أمام القانون في الحقوق والواجبات، إنما بيتكملوا كإنسان وإنسانة في الحياة الإنسانية. فاللي بيحصل ده أنا بشوف أنه مش ردة، أنا بشوف أنه هدم لمجتمع كان يصبو لأن يكون مجتمعا متقدما. دكتورة فاطمة، يعني حضرتك من الأسماء النسائية القليلة اللي عملوا في مجال النشر وقليلة لحد دلوقتي، وبرضو ما شاء الله يعني نشيطة ومجتهدة وشاطرة. هل حضرتك شفتي وانت داخلة المجال ده انه في مهن معينة ممكن تكون قاصرة على بعض الرجال؟ بغض النظر عن المهن اللي بتحتاج العضلات، لا يعني اولا انا من انصار المساواة التامة بين المرأة والرجل. والحقيقة يعني عودة لصلب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، ان كأنما منظومة بتنسج باحكام لتصل بينا او لتجرنا 100 سنة ورا زي ما قال دكتور محمود. دعوة انه عربية للسيدات ولا تاكسي للسيدات ده يعني عشان خايفين على السيدات، طيب فين الأمن؟ وفروا الأمن، وفروا الأمان، خلوا الأخلاق ترجع تسود الأول، وإحنا مش هنخاف على المرأة. طب ما إحنا كمان لازم نخاف على الرجل، هو الرجل يعني مش بيتحرش بيه؟ لا، إحنا عنصر، إحنا عنصرين مصريين، لازم الحفاظ على المجتمع ككل بإعادة منظومة الأخلاق وبالكف عن التمسح بالدين والفتاوي الفضائيات والأوضاع اللي خلت شكل مصر مش مصر الحقيقة. يعني أنا داخلة جامعة القاهرة، والله يا منى أنا حزنت
حزين دي الجامعة اللي فيها الدكتورة سوير قلماوي و حسيت ان احنا بنرجع لورا قوي جدا جدا رجعنا كتير قوي رجعنا يعني انا كنت اقول احنا ممكن كمان نطلب بعد كده نبقى في مدرج للرجاله حضرتك دلوقتي ده في المدرجات دلوقتي بيقعد البنات في الصف الاولاني والرجاله ده ما كانش موجود ده خالص ده كنا طول عمرنا في الجامعات ما شفناش كده طبعا موضوع النشر بقى كمهنة هي الحقيقة هي مهنة عقل وما أظنش المرأة أقل عقلا أو ذكاء من الرجل ولكن هي كمان مهنة